مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مديرية شهداء ذي قار تعقد ندوة لمناقشة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء. تواصل العمل في مجمع الخالدون السكن الثاني بمحافظة البصرة. مديرية شهداء واسط تقيم حفلاً تأبينياً في ذكرى استشهاد السيد قاسم شبر. الطالبة وفاء عابد محمد الوائلي تنال شهادة الماجستير عبر قناة مؤسسة الشهداء. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: في مديرية شهداء شمال البصرة جمع عينات الدم من ذوي الشهداء لاستخراج البصمة الوراثية بهدف التعرف على هوية شهداء المقابر الجماعية. بدأت في مديرية شهداء شمال البصرة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لجمع عينات الدم من ذوي الشهداء لاستخراج البصمة الوراثية DNA بغية مقارنتها مع تلك المسحوبة من رفات شهداء المقابر الجماعية لتحديد هوية الشهداء. مدير مديرية شهداء شمال البصرة علي نور أكد أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مع وزارتي الصحة وحقوق الإنسان تهدف إلى تحديد هوية الشهداء عبر مطابقة عينات الدم التي تسحب من ذوي الشهداء الذين لم يتعرفوا على جثامين شهدائهم مع البصمة الوراثية المأخوذة من رفات شهداء. المشروع هو اليوم بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في البصرة وبالتعاون مع مستشفى القرن العام في هنا عندنا بالقرنة، تم تعيين أو تكليف تنسيب 2 من موظفيهم بصفة معاون مختبر للعمل في مديريتنا طوال هذه الفترة جمع تلك العينات من ذوي الشهداء. طبعا المشروع أنه كل واحد من ذوي الشهداء على الأقل 2 من العائلة نفسها يجينا هنا، يجين المديرية وتأخذ منا عينات الدم، وبعد ذلك ترسل إلى مكتب حقوق الإنسان إلى الطب العدلي، وبعد ذلك تتعرف على العينات. وفد من مديرية شهداء صلاح الدين يزور الحجاج من ذوي الشهداء العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء. زار وفد من مديرية شهداء صلاح الدين عددا من ذوي الشهداء في المحافظة العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء. رئيس الوفد مدير مديرية شهداء صلاح الدين منتظر فرحان ثمن الجهود التي بذلها الوفد الإداري للمؤسسة المرافق للحجاج من ذوي الشهداء، مشيدا بالخدمات التي قدمت لهم والرعاية التي وجدوها منذ مغادرتهم حتى عودتهم، والحرص على تقديم كل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسك الحج من دون عناء. نهنئ جميع حجاج بيت الله الحرام الذين ذهبوا على عن طريق مؤسسة الشهداء للحج لهذا العام لعودتهم. نتمنى لهم إن شاء الله حج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور، نتمنى لهم العودة. هناك تواصل مستمر، كان هناك أيضا موفد من قبل مديريتنا إداري للعمل على راحة الحجاج من ذوي الشهداء هناك وتلبية جميع متطلباتهم والتنسيق مع بقية الإداريين من المؤسسة للوقوف على احتياجاتهم. تواصلنا من هنا، تواصلنا معهم أيضا لمعرفة إذا كان هناك مشاكل أو معوقات. الحمد لله كانت وحسب ما
نقل إلينا من الحجاج ومن الإداريين أن الحج كان موفق لهذا العام وكانت هناك ارتياح كبير من قبل جميع الحجاج. أهلا بكم من جديد. تحت شعار بالقانون نحمي المكتسبات وندافع عن الحقوق، عقدت مديرية شهداء ذي قار ندوة لمناقشة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم 3 لسنة 2006. التفاصيل في التقرير الآتي. على الرغم من كل ما حققته مؤسسة الشهداء عبر قانونها من إنجازات تخص حقوق وامتيازات المستهدفين فيه وهم ذوي الشهداء، إلا أن قانون مؤسسة الشهداء كان وما زال مليئا بالثغرات القانونية التي تحول دون تمتع جميع أفراد أسرة الشهيد بتلك الحقوق والامتيازات بنفس المستوى. من أجل ذلك تعكف لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات الضرورية على قانون المؤسسة. وفي هذا الإطار عقدت مديرية شهداء ذي قار ندوة نقاشية بشأن القانون، حضرها برلمانيون ومتخصصون في الشأن القانوني. جاء عدد من الأخوة القانونيين والمحامين في هذه الندوة وبدأوا بتقديم آرائهم وأفكارهم حول تعديل قانون مؤسسة الشهداء، ونحن بأمس الحاجة إليها، وإن شاء الله سوف نستمع لهم ونأخذ بهذه الآراء ونطرحها في لجنة مؤسسة في لجنة الشهداء البرلمانية لغرض النهوض بقانون مؤسسة الشهداء إن شاء الله لغرض الأفضل وغد أفضل لهذه العوائل المضحية. وكسائر المديريات تتعامل مديرية شهداء ذي قار بشكل يومي مع ذوي الشهداء وهم يسعون للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم، ما جعلها تقف بشكل عملي على الثغرات التي تعتري قانون مؤسسة الشهداء، الأمر الذي جعل مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه أمرا ملحا. حقيقة من خلال التطبيق العملي للقانون أثبت الواقع بأن هناك بعض الثغرات في قانون مؤسسة الشهداء، إذ جاء بتعاريف عامة مطلقة ولم يخصص فيها في جوانب شموله من هم المستحقين من ذوي الشهيد، وأيضا جاء بتعريف لم يكن عاما شاملا لجميع الحالات والأساليب الجرمية التي كان يمارسها النظام من أجل شمول أكبر عدد ممكن بالقانون واستيعابه للحالات التي كانت تمارس في ضوءها الإعدامات في زمن النظام السابق، كما أن القانون لم يراعي المدد الزمنية الخاصة بالإجراءات الشكلية من أجل شمول الشهيد أو المتوفى بقانون المؤسسة. وتأمل مؤسسة الشهداء في أن تتمكن لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا البرلمانية من طرح مشروع القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب تمهيدا لإقراره. يتواصل العمل في مجمع الخالدون السكن الثاني بمحافظة البصرة من أجل توفير السكن المناسب لذوي الشهداء في المحافظة تعويضاً لهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. المزيد في التقرير الآتي. بغية توفير السكن اللائق لذوي الشهداء، تعاقدت مؤسسة الشهداء مع كبريات الشركات الوطنية المتخصصة بالبناء لإنشاء دور سكنية مستقلة أو مجمعات للسكن العمودي. مديرية شهداء البصرة إحدى المديريات التي قطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال، وفي هذا الإطار تتابع المديرية مراحل العمل في مجمع الخالدون السكني الثاني بمدينة الزبير الذي تنفذه شركة البلاد للمقاولات العامة وشركة الجزيرة العربية للمقاولات. هذه زيارة لمشروع مجمع السكني في الزبير
هذه الزيارة تقارب يعني مجموع زيارات أكثر من 25 زيارة خلال مدة المشروع. الملاحظ خلال هذه الفترة إنجاز لاب اس بي وصل إلى مراحل متقدمة جدا 30%، علما أن النسبة المخططة لها هي 31%، إذا نسبة انحراف طفيفة جدا، علما أن هذا المشروع مجمع الزبير السكني واحد من 4 مشاريع في محافظة البصرة، تم المباشرة بالمشروع الشهر الثامن عام 2012، حاليا استنفذنا تقريبا سنة من قيمة المشروع، باقي على المشروع سنة ونص. نأمل أن بجهود الخيرة من قبل الشركة المنفذة وهي شركة رصينة بالتجربة أن يسير العمل وفق المخطط من أجل تقديم الخدمة لذوي الشهداء في الفترة المحسوبة. وبقدر تعلق الأمر بالشركات المنفذة لمشروع مجمع الخالدون السكني الثاني، فإن العمل يسير من دون عراقيل، لكنه يواجه معوقات تتعلق بجهات أخرى كالتجاوز على أرض المشروع وعدم المباشرة بالخدمات الأساسية كالمجاري والطاقة الكهربائية. المشروع مالنا تابع لوزارة الإعمار والإسكان بكلفة كلية 119 مليار ونص. الجهة المستفيدة طبعا مؤسسة الشهداء. المشروع عبارة عن 30 بناية سكنية نوعين، أكو شقق 3 غرف وشقق 2. نسبة الإنجاز هسه لحد الآن المخطط إلها 31، الفعلية 30. يوجد شوية مشاكل يعني موجودة عندنا بالموقع، مثل المتجاوزين، خدمات دائمية لحد الآن ما موفرة إلها. مديرية شهداء البصرة بذلت جهوداً استثنائية بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة من أجل إزالة التجاوزات على أرض المشروع، فتمكنت من ترحيل 90% من المتجاوزين، فيما تواصل التنسيق مع المحافظة لرفع ما تبقى من تجاوزات. تسعى مؤسسة الشهداء إلى بناء مجمعات سكنية إلى ذوي الشهداء، حيث هاي المجمعات ما يقارب نسبة إنجازها 30% من الفعلي المنجز، حيث يوجد معوقات لهذه المشروع. هي من ضمن المعوقات هو سبب وجود تجاوزات في الموقع، نسبة التجاوزات ما يقارب 10% من الموقع، فنناشد السيد محافظ البصرة بإزالة المتجاوزين حتى تكون الشركة المنفذة تتابع أعمالها بصورة جيدة. وتمثل المشاريع السكنية التي تنفذها مديرية شهداء البصرة إضافة مهمة لجهودها الرامية إلى توفير السكن الملائم لذوي الشهداء، والمتمثلة بتوزيع بدلات الوحدة السكنية أو قطع الأراضي والمنح العقارية بين ذوي الشهداء. أقامت مديرية شهداء واسط بالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء النعمانية الحفل التأبيني السنوي بمناسبة ذكرى استشهاد شيخ الشهداء السيد قاسم شبر، مع هذا التقرير. رجل بلغ 90 من عمره لكنه لم يهن ولم يستسلم للطغيان، إنه السيد قاسم شبر الذي جعل الموت طريقاً باتجاه الحياة، فكان الخلود مآله، وهو يحث الخطى على طريق الشهادة بتصديه إلى دكتاتورية نظام البعث البائد. واستذكاراً لذلك الموقف البطولي الذي وقفه السيد قاسم شبر، أقامت مديرية شهداء واسط بالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء النعمانية حفلاً تأبينياً في ذكرى استشهاده تحت شعار السيد قاسم شبر نبراس لشهداء العراق. تحت شعار
سيد قاسم شمبر نبراس شهداء العراق تقيم مديرية الشهداء واسط بالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء النعمانية والمجلس المحلي وأهالي النعمانية الكرام حفلها التأبيني السنوي ذكرى شهادة سيد قاسم شمبر شيخ الشهداء، هذا الذي أذل الطغاة، أذل البعثيين، أذل المجرمين بثباته وجدارته وكلمة الحق التي أطلقها من قضاء النعمانية. حقيقة تعودنا في كل سنة أن نطلق هذه المبادرة الطيبة ألا هو الحفل التأبيني، وهو الذي يمثل رمزا لأهالي النعمانية، وإحنا سائرون على هذا الخطى وسائرون على هذا المنهاج كون أنه مؤسسة الشهداء الراعي الرسمي لذوي الشهداء ولي شهداء العراق. العراق بلد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقارعون أعتى ديكتاتورية عرفها التاريخ الحديث، وحيث أن الأمم الحية هي فقط التي تستذكر شهداءها، فقد حرصت مؤسسة الشهداء على إحياء ذكرى الشهداء ليكونوا مصابيح تنير الطريق للأجيال القادمة. بالبدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الشهداء على جهودها المباركة والمبذولة، وخصوصا إنجاحها وإقامتها لهذه الذكرى السنوية في كل عام لإحياء وتخليد ذكرى شهداء العراق، وبالخصوص سماحة الراحل المجاهد شيخ شهداء العراق السيد قاسم شبر رضوان الله تعالى عليه، الذي أضحى رمزا للشهادة لاستشهاده على الرغم من بلوغه 90 عاما، وإن هذه جريمة تعتبر من جرائم العصر على مر السنين. أسأل الله للمؤسسة دوام الموفقية في إحياء وإقامة هذه المناسبات وإحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام، نسأل الله لهم ولنا مزيدا من التوفيق، إنه أرحم الراحمين. سيد قاسم شبر وهو الذي يعتبر شيخ الشهداء بما أعطاه هذا الشخص العظيم الذي أعدم على يد أعتى نظام ديكتاتوري عرفه القرن 20، أعطى الصمود والمثال الرائع من أجل النهوض والتخلص الشعب العراقي من النظام الديكتاتوري الذي جثم على صدر العراق. ونحن اليوم بصراحة يعني شاكرين إلى مؤسسة الشهداء وإلى مديرية الشهداء في محافظة واسط لإحياء تراث هذا الشهيد ومعالمه، ونحن اليوم الأمة وأجيال الشباب بأمس الحاجة أن تتزود من عطائه وتربط الماضي بالحاضر حتى بصراحة يكون على ارتباط وثيق بين الأجيال التي لم تعيش مع سيد قاسم شبر، وإنما تحتفظ بذكرياته وتحتفظ بتاريخه، ونحن اليوم واجب علينا أن نحتفظ بذاكرة الشهداء لأنهم هم الذين بصراحة بدمائهم الزكية هم الذين أناروا درب الأمة. وتظل مدينة النعمانية تفخر بأنها أنجبت مجاهدا كبيرا هو السيد قاسم شبر، الذي بلغ أسمى غاية الجود حين جاد بنفسه ليس من أجل مدينته فحسب، بل من أجل العراق. في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة كربلاء حصلت الطالبة وفاء عبد محمد الوائلي على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جدا عال، لتسجل اسمها في سجل الطلبة الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير. في كل يوم تثبت مؤسسة الشهداء عمليا رعايتها لذوي الشهداء في الجانب العلمي، وها هي مديرية شهداء كربلاء المقدسة تشارك في جلسة مناقشة الطالبة وفاء عبد محمد الوائلي عن رسالتها للماجستير الموسومة الحمل على المعنى في القرآن الكريم السور الطوال أنموذجا. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور صباح عطاوي رئيسا، والدكتور علاء الدين هاشم الخفاجي عضوا، والدكتور عقيل رحيم علي عضوا، والدكتور نجاح فاهم صابر عضوا ومشرفا، قررت بعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالبة شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جدا عال. الطالبة في الواقع اختارت موضوعا من الموضوعات المهمة والحيوية لأنه يتعلق بالقرآن الكريم،
وأثبتت الباحثة قدرتها الفائقة، وهي من الطلبة المقبولين على قناة الشهداء، أثبتت قدرة هؤلاء الطلبة، أثبتت محرومية هؤلاء الطلبة أيضا، وبذلك تستحق كل التقدير، تستحق هذه الدرجة، ودرجتها كانت بتقدير جيد جدا، نظرا لحيوية الموضوع، نظرا إلى الجهود المبذولة في رسالتها، نظرا إلى المصادر التي تنوعت فيها، ولذلك أمنياتي لها بالتوفيق إن شاء الله، وفي قابل الأيام أن تكون دكتورة وتكتب رسالة أفضل من هذه الرسالة. مشكورة قناة الشهداء، مشكورة هذه المؤسسة التي قدمت لهم قبولا، لأنهم يستحقون، لأنهم كانوا محرومين كما قلت. أظن يستحقون جهدا ماليا أيضا، لأن طباعة الرسالة وهم عانوا ما عانوا من الحرمان، فيستحقون جهدا ماليا، يستحقون أيضا تشجيعا آخر، يستحقون دعما في قبولهم بالمراحل الآتية في الدكتوراه. ومثلما أشاد الأستاذ المشرف بجهود التي بذلتها الطالبة في بحثها للماجستير، فقد ثمن موقف مؤسسة الشهداء في دعم الطلبة من ذوي الشهداء والوقوف إلى جانبهم ليبلغوا أعلى المراتب وينالوا الشهادات العليا. كانت رسالة الطالبة وفاء عبد محمد عنوانها الحمل على المعنى، وكانت الطالبة قد أجادت فيها وقسمتها تقسيمات ممتازة. كانت للجنة ملاحظات مهمة في تقويم هذه الرسالة، ولم تكن هذه الملاحظات يعني قادحة فيها، وإنما كانت تقوم عملها تقويما حتى تخرج هذه الرسالة بأسلوب حسن وبدقة كاملة، بدليل أنهم يعني منحوها درجة جيد جدا عال، وهي درجة قريبة من الامتياز. وحقيقة أن طالبة وفاء هي طالبة يعني على الرغم من ظروفها الصعبة، وأنها يعني من عائلة محرومة من أولادها، وقد علمنا أنه أنا لديها شهيد، لكنها أجادت. أنا أشكر مؤسسة الشهداء على اهتمامها الكبير والكثير في هكذا مناسبات، وأشكرهم أكثر على أنهم اهتموا بهذه الطالبة لأنها من ذوي الشهداء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه المؤسسة لما يرضى ويحب. مؤسسة الشهداء ممثلة بمديرية شهداء كربلاء المقدسة حرصت على المشاركة في جلسة مناقشة الماجستير للطالبة مروة مكي جعفر، لتضيف دعمها المعنوي إلى الدعم المادي الذي غمرتها به طيلة مدة دراستها. حضرنا مناقشة الطالبة وفاء عبد محمد لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية في جامعة كربلاء، وكانت جديرة بهذه الرسالة، وهي من ذوي الشهداء، ولا ننسى رعاية معالي دولة رئيس الوزراء لهذه الشريحة معنويا وماديا، وكذلك معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم هذه الشريحة أيضا، ونتمنى التوفيق للجميع. الباحثة بذلت جهدا كبيرا في رسالة الماجستير، فتمكنت من التغلب على المعوقات التي واجهتها لتقدم بحثا علميا رصينا أشاد به الحاضرون، ولتثبت أن ذوي الشهداء قادرون على نيل الشهادات العليا التي ظلوا محرومين منها في حقبة الدكتاتورية البغيضة. الصعوبات اللي واجهتها حقيقة يعني المصادر غير متوفرة، فيعني تعبت بشكل مو طبيعي، والموضوع اصلا يعني بالقران يعني موضوع يعني مو سهل، لانه بفلسفه ويعني شغلات كثيره. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقه اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. حتى نلتقيكم في حلقه جديده، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.